وهو فرصة كذلك أود من خلالها التعبير عن شكري البالغ لكافة المناطق. الحديث عن الإجراءات التي قامت بها هذه الحكومة للتخفيف من وطأة المشكل اللي يعتبر حديث الساعة في العالم بأسره وهو غلاء الأسعار، تحدث عن الدعم الذي قامت به الحكومة لمجموعة من المواد الأساسية ليبقى المواطن يشتريها في نفس الثمن الذي كان يشتريه بها، تحدث عن مشكل غلاء الأسعار، عن الإجراءات التي تقوم بها الحكومة وعن الإجراءات التي ستقوم بها الحكومة مستقبلا. ومهم لدينا نحن كنواب بما أننا نعتبر صوت المواطن أن نشعر المواطن أننا معه وندافع عنه، والحكومة تعمل بجد واجتهاد لتخفيف من وطأة غلاء الأسعار. المسألة ديال الغلاء هي مشكل ومركب، يعني ما كاينش غاديش نقولوا أن كاين واحد الوصفة جاهزة اليوم يمكن أن نزولها. الحكومة فعلا هي غادية في واحد العدد من الإجراءات اللي راكم تبعتوه مؤخرا الاجتماع اللي دار ما بين وزارة الداخلية ووزارة ديال الفلاحة وواحد العدد ديال الوزارات، من أجل أولا الخروج مباشرة كما قال السيد الرئيس الآن للأسواق ومراقبة الأسعار والتتبع ديالها. ولكن أعتقد أن مثل الإشكال ديال الغلاء فيه أمور اللي هي مركبة اللي الحكومة فعلا غادي تشتغل عليها، على أساس أن واحد العدد ديال الأمور اللي كتدخل في الغلاء ممكن هي ما عندهاش علاقة مباشرة بالمنتوجات كما بالثمن ديالها، ولكن لها واحد العدد من المتدخلين والمضاربات إلى آخره. وبالتالي السيد الرئيس يؤكد على أن الحكومة لن تتراجع في هذه المسألة وستشتغل مع المواطن بواحد الطريقة لأنها تضمن وأؤكد على أنها تضمن السلة الغذائية ديال المواطن أنها ما تقاسش بواحد الطريقة اللي هي غير قانونيه وما يمكنش التسامح معها. مازال خليه اللي خرجنا من التداعيات ديال كوفيد وكذلك التوترات الجيوسياسيه والمشكل ديال الجفاف اللي اثرت على مجموعه ديال الاسعار ديال المنتوجات الاوليه، وبالتالي فرغم كل الصعوبات فكما شفتوا في العرض ديال الاخ الرئيس واللي كنا كنتبعوه كاملين وكيتبعوه جميع المغاربه بانه بلادنا رغم هذه الصعوبات انها استطعت تغلب على مجموعه ديال الصعوبات، لان كاين برامج حكوميه مهمه لدعم القدره الشرائيه المواطنين لتنزيل البرنامج الحكومي خاصة إصلاح قطاعي الصحة والتعليم وكذلك توفير فرص الشغل، لأن عشنا السنة الماضية وكذلك في القانون المالية السنة الجارية 2023. احنا كنشوفوا اليوم كحزب الوطني التجمع الوطني الأحرار عندنا كدرنا لقاء تواصلي باش نتلاقاو جميع ممثلين الجهات المملكة وباش نتكلموا على المشاكل اللي كتخبط فيها المواطنين، هي مشاكل الغلاء، والحمد لله هذه الحكومة قائمة بالواجب ديالها، وإن شاء الله شهر رمضان إن شاء الله اللي يعود إن شاء الله من أحسن شهور رمضانية على الأثمنة اللي متبعتها وزارة الداخلية هي المعنية في لي كونترول نتاع الأسواق. ونحن كنقولوا كممثلين المناطق الجنوبيه وكممثل جهه الداخله والذهب، انا دائما كنجيب الرسائل اللي موجوده في المنطقه واللي كتخبط فيها المنطقه، وان شاء الله كاين مستقبل زاهر ان شاء الله، مستقبل لحزب التجمع الوطني الاحرار في الاقاليم الجنوبيه.